أحبائنا وأصدقائنا، أهلا فيكم مجددا. اليوم إن شاء الله رح نبدأ فعليا بمادة الكالكولاس 2، ورح نحكي في البداية عن موضوع التكامل بالطاقم. قبل ما ندخل بهذا الموضوع خلونا نتذكر شغلة حكيناها في المحاضرة الماضية، المحاضرة التأسيسية. إحنا حكينا أساس مادة كالكولاس 2 جاي من ملاحظة كثير مهمة. هاي الملاحظة شو كانت بتحكي؟ كانت بتحكي إنه التكامل لا يوزع على الضرب والقسم، وإنما يوزع فقط على الجمع والطرح. مشان هيك كل القوانين اللي رح نجي نتعلمها أو كل الطرق اللي رح نجي نتعلمها ابتداء من محاضرة اليوم لنهاية Chapter 7 هي طرق تستخدم للتخلص من عملية الضرب والقسمة. كونه أنا ما بقدر أعمل بالتكامل عندي، أوزع التكامل تبعي على عملية ضرب أو على عملية قسمة، فبهاي الحالة إحنا حنيجي نلجأ لطرق نسميها طرق التكامل. شو هاي وظيفتها طرق التكامل؟ طرق التكامل وظيفتها تغير شكل السؤال، بحيث أنا لما أغير شكل السؤال يرجع على القواعد العامة تبعت التكامل اللي إحنا درسناها المحاضرة الماضية، واللي أنا حكيت لكم هي بالأساس أساس مادة الكالكولاس 2، تمام؟ لأنه أنا بكل سؤال حأوصل بالنهاية للقواعد العامة للتكامل. إذا كنت عندي مشكلة في أني أتعامل مع قواعد العامة للتكامل فما رح أوصل لفاينل أنسر حتى لو كنت فاهم الطرق تبعت الكالكولاس 2. الطريقة الأولى هي عبارة عن طريقة التعويض، وهي تعتبر واحدة من أسهل الطرق. شو فكرة طريقة التعويض؟ ناخد عليها examples مباشرة. طبعا إحنا درسناها في كالكولاس 1 لكن رح ندخل في تفاصيل أكثر شوي فيها في كالكولاس 2. بيحكي لنا التكامل بالتعويض طريقة تستخدم إذا كان في عندي في السؤال اقتران مشتقته موجودة في نفس السؤال. مرة تانية، إذا كان السؤال بيحتوي على اقتران مشتقته موجودة في نفس السؤال. يعني لو جينا لهذا السؤال، هل في إشي أنا شايفه قدامي مشتقته موجودة في نفس السؤال؟ الجواب نعم، في عندي 1 زائد X تربيع مشتقتها 2X، تمام؟ فستيب رقم 1 زي ما أنا كاتب لكم بالدوسية بحكي لي، بنحكي Y بتساوي 1 زائد X تربيع. نبحث عن اقتران مشتقته موجودة في السؤال وبسميه Y. نبحث عن اقتران مشتقته موجودة في السؤال وبسميه Y. رح يسأل طالب طب X تربيع كمان مشتقتها 2X، مشان هيك صح لو حكيت Y بتساوي 1 زائد X تربيع، وكمان صح لو حكيت Y بتساوي فقط X تربيع، كلاهما صح. طب كيف بدي أعرف أنه الأسهل؟ منطقيا إحنا هون أنه أسهل علينا يصير التكامل، جذر الY ولا جذر الY زائد 1؟ بالنظر جذر الY أسهل، فأنتوا خدوا هاي كلها تسموها Y. أوكي، شو بعمل بخطوة رقم 2؟ بحكي له خطوة رقم 2 بشتق المعادلة، بشتق المعادلة وبطلع قيمة إيش؟ وبطلع قيمة dx، فباجي بحكي له dy بتساوي 2x dx. وخلونا نتعود دائما بالاشتقاق إني ما بشتق الy dy over dx، بحكي لي بشتق الy والx زي بعض، الy مشتقتها 1، الx مشتقتها 1. الطرف اللي فيه y دائما بضربه في dy بعد ما أخلص اشتقاقه، والطرف اللي فيه x بس أخلص اشتقاقه شو بضربه؟ بضربه في dx. بمعنى لو كان في عندكم مثلا m تربيع بتساوي 3 يو تربيع، هذا كيف باجي بشتقه؟ بحكي له الام تربيع مشتقتها 2m، الثلاثة يو تربيع مشتقتها 6u. طيب شو بعمل؟ بحكي لي الطرف اللي فيه m بضربه في dm، والطرف اللي فيه يو بس اخلص اشتقاقه بضربه في ايش؟ في du، تمام؟ هاي اسرع طريقة للاشتقاق في كالكولاس 2. خلونا نمشي على هذا الشيء، مش زي كالكولاس 1 dy over dx، علما انه كلاهما صح لكن هاي الطريقة رح تسهل علينا لاحقا في اشياء كثير رح نتعلمها بالطرق القادمة. اوكي، شو التارجت؟ بحكي لي التارجت تبع ستيب رقم 2 اطلع قيمة dx، اطلع قيمة dx. لو قسمت الطرفين على 2x فبتطلع معكم dx بتساوي dy over 2x. عشان ما نضيع نتذكر شو اللي عم نعمله. طريقة التعويض طريقة تستخدم اذا كان السؤال بيحتوي على اشي مشتقته موجودة في نفس السؤال. هذا السؤال فيه 1 زائد x تربيع مشتقتها 2x موجودة في نفس السؤال، اذا هذا السؤال بنحل تعويض. شو بعمل؟ بمسك هذا الاشي اللي مشتقته موجودة بسميه y بخطوة رقم 1، خطوة رقم 2 بشتق، وهدف الاشتقاق ايجاد قيمة dx. يعني أنا هدف اشتقاقي شو أطلع؟ dx. خطوة رقم 3 بعوض، بعوض في الاقتران. كيف نيجي منعوض؟ نيجي منحكي 2x ما لعبنا فيها، ظلت 2x، الجذر صار تحته y، تمام؟ dx شو بدها ينحط مكانها؟ dy over 2x. وخلونا نتذكركم بشغل كتير مهم، بقولنا بالتكامل بشكل عام ما بنفع التكامل تبعي يكون dx والتكامل بيحتوي على y، وما بينفع يكون dm والتكامل يكون بيحتوي على أي شيء تاني غير الm. بيقول لي هاي عبارة عن دلالة التكامل، دلالة التكامل معناها أنه التكامل تبعنا ما بصير يكون بيحتوي إلا على هذا المتغير. يعني إذا كان ثيتا فكل شيء جوا التكامل لازم يكون ثيتا، إذا كان x فكل شيء جوا التكامل لازم يكون x. هلأ إحنا بالتكامل إجينا دخلنا من عندنا مجهول جديد أو متغير جديد، شو اسمه؟
اسمه واي، مشان هيك هاي ما بصير تضلها دي اكس، لانه ما بزبط انه يكون في عندي دي اكس بنفس الوقت واي، فلازم تصير دي واي بحكم اني انا دخلت متغير جديد اسمه واي. مشان هيك احنا بخطوه رقم 2 شو اجينا طلعنا؟ اجينا طلعنا قيمه دي اكس من خلال اني اشتق الفرض تبعي. طبعا بلاحظ هون انه صار في عندي اختصار، وغالبا التكامل بالتعويض بيعطينا اختصارات. لاحظوا التكامل بعد الاختصار صار عباره عن تكامل واي قوه نص دي واي. ايش هذا التكامل؟ هذا صار تكامل على القواعد العامه للتكامل اللي اخذناها المحاضره الماضيه. هذا ببساطه بزيد للقوه 1 بتصير قوه 3 على 2، بقسم على القوه الجديده اللي هي على 3 كترتيب 3 على 2 ال 2 لوين بتطلع؟ بتطلع للبسط. وما بنسى باخر خطوه اجي ارجع الواي لاصلها. هلا بالامتحان زائد سي هي ما عليها علامات، تمام، لكن اللي بيكون عليها علامات عاده ايش؟ انكم ترجعوا الواي لاصلها، فبتكون 2 في 1 زائد x تربيع قوة 3 على 2 على 3. طبعا بيكون عليها علامات فيما لو كان الامتحان السيف، فيما لو كان الامتحان عبارة عن multiple choice، فبالخيارات ما بتلاقوا أصلا هذا ضمن الخيارات. شو بيكون بالخيارات عامل؟ بيكون مرجع y لأصلها. ناخذ كمان example، سؤال رقم 2 بحكي لي بدي تكامل x قوة 3 كوساين x قوة 4 زائد 3. كيف بعرف أول إشي هذا التكامل بنحل على القواعد العامة ولا لا؟ مجرد أنه في عندي عملية ضرب خلص بنسى أنه هذا بنحل على القواعد العامة، لأنه التكامل ما بتوزع على الضرب والقسمة. طب شو بفكر؟ بدي أفكر في الطريقة الأولى هي اللي هي التعويض. هل في إشي في السؤال مشتقته موجودة؟ الاكس قوة 4 زائد 3 مشتقتها 4 اكس تكعيب، هل بعتبرها موجودة كونه في اكس تكعيب؟ الجواب نعم، مش ضروري تكون موجودة بالكامل، الثوابت ما بتعمل لنا مشاكل في التكامل، الثوابت ما بتعمل لنا مشاكل في التكامل، فبإمكاني أجي أحكي بخطوة رقم 1 واي بتساوي اكس قوة 4 زائد 3. طيب، خطوة رقم 2، خطوة رقم 1 بدور على شيء مشتقته موجودة، خطوة رقم 2 بشتق المعادلة وبطلع دي اكس. بحكي الواي مشتقتها 1 بضربها في دي واي، هاي عبارة عن 4 اكس تكعيب بضربها في دي اكس، عشان اطلع دي اكس رح تطلع دي اكس عبارة عن دي واي اوفر 4 اكس قوة 3. تعالوا نعوض هذا الاشي في ستيب رقم 3، هيطلع معنا تكامل الاكس تكعيب ما لعبنا فيها، الكوساين صار في جواتها واي، اتفقنا انه هاي ما بصير تضلها دي اكس، لازم تصير دي واي اوفر 4 اكس كيوب. من وين جبتها؟ جبتها من هون، هاي اكس تكعيب مع اكس تكعيب راحت. طب الاربعة هاي شو بعمل فيها؟ بحكي لي هاي كونستانت بامكاني اطلعها لبرا، وتكامل الكوساين عبارة عن ساين واي زائد سي، وما بننسى نرجع واي لاصلها، فبتطلع ساين اكس قوة 4 زائد 3 زائد سي. تمام، هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. في عندي ملاحظة جدا جدا مهمة، شو بتحكي هاي الملاحظة؟ الملاحظة بتحكي لي إذا كان البسط يساوي مشتقة المقام بقدر أحكي الجواب مباشرة لأن القيمة المطلقة للمقام. بمعنى لو كان عندي سؤال 2x على 1 زائد x تربيع، وهي عادة بفكر فيها لما يكون في عندي عملية قسمة، بقول لي إذا كان البسط هو نفسه مشتقة المقام، طلعوا على المقام 1 زائد x تربيع، شو مشتقتها؟ 2x، بإمكاني بدون ما أحل أحكي إنه الجواب مباشرة للمقام 1 زائد x تربيع. تمام، وهي القاعدة كثير بتفيدنا. طب لو اجاني السؤال زي سؤال رقم 4، وهذا السؤال مهم جدا بكالكولس 2 بكل حصة رح ينعاد معي هذا السؤال. بحكي لي x على 1 زائد x تربيع، كيف بقدر اتعامل معها؟ بيقول لي هذا السؤال ممكن تتعامل معه بطريقتين. اول شيء، هل بتقدر تحكوا انه الجواب لان القيمة المطلقة للمقام؟ بشكله الحالي لا، بشكله الحالي لا. ليه؟ لانه بيقول لي هاي القاعدة الشرط تبعها انه البسط يكون يساوي مشتقة المقام تماما بدون لا زيادة ثوابت ولا نقصان ثوابت، يعني الثوابت هون بتعملنا مشاكل. تمام، فالطريقة الاولى للتعامل مع هذا السؤال اني احله تكامل بالتعويض. ليش تكامل بالتعويض؟ لانه 1 زائد x تربيع مشتقتها 2x، واتفقنا انه التكامل بالتعويض ما عندي مشكلة بالثوابت، يعني اذا كان في ثابت زيادة او ثابت ناقص مش اشكالية زي ما شفتوا بالسؤال اللي هون. تمام، ما كانت 4x تكعيب كامله موجوده، كان في x تكعيب، لاحظنا انه قدرنا نحل السؤال. تمام، هاي الطريقه الاولى للتعامل مع السؤال. الطريقه الثانيه اني اتحايل عليه. كيف اتحايل عليه؟ بقول له لحظه شوي، احنا هذا السؤال محتاجين هون يكون في 2 عشان اقدر استخدم قاعده اللين. طب انا لو ضربت ب2 من عندي عادي؟ بقول لي عادي، بس بشرط عشان ما تغير القيمه انت ضربت ب2 اقسم على 2. واحنا بنعرف شغله انه الثوابت طبعا بنقدر نحطها داخل التكامل او برا التكامل، الثوابت بنلعب فيها براحتنا في التكامل، هذا الثابت ما بيهمني يكون جوا التكامل، بيهمني يكون برا. تمام، بينما هذا بيهمني يكون جوا. هلا شو استفدت؟ استفدت انه هذا الشكل
صار البسط يساوي تماما مشتقة المقام، فبقدر أحكي إنه هذا الشكل جوابه لأن القيمة المطلقة للمقام. بس شو في عندي زيادة؟ في عندي زيادة نص، تمام. وقبل ما نكمل، شغلة أو أكثر شغلتين حيضلوا يمروا معنا لقدام. واحدة أخذناها المحاضرة الماضية اللي هي تكامل واحد على أربعة زائد إكس تربيع، متذكرينها؟ قلنا هاي شو بتعطيكم؟ هاي بتعطيكم نص في تان إنفرس إكس على 2. شو كانت القاعدة؟ كانت القاعدة بتحكي لنا واحد على جذر العدد في تان إنفرس إكس على جذر العدد، هاي وهاي، هدول بدكم تكونوا عارفينهم زي اسمكم، شبه حيتكرروا معنا في كل المحاضرات، تمام؟ شو بهمني اني اكون عارفهم؟ بهمني بالامتحان ما اضيع وقت، وانا بحل، لانه هذا السؤال لو انا ما كنت عارف انه هيك جوابه، الحل تبعه طريقه رح نتعلمها ان شاء الله بكالكولس 2. طبعا احنا ما كنا بنعرف جوابه او كيف تفصيل الحل تبعه في كالكولس 1، كنا برضه حافظين هاي القاعده. في كالكولس 2 رح نتعلم طريقه لحل هذا النوع من الاسئله، طريقه جدا طويله بنسميها الترايجونومتريك سبستيتيوشن. طبعا احيانا نضطر نستخدمها، لكن بهذا السؤال كوني انا عارف هاي القاعده، فهاي القاعده كثير رح تريحني من هاي الطريقه. ليه؟ لانه هذا الاشي ممكن يكون عباره عن ايش؟ عن سؤال حله صفحه كامله بالاخر طلع معي هاي، ما بنفع اروح احلها بكمان سؤال صفحه ثانيه، لازم اكون حافظ القاعده تبعتها. ونفس الاشي بالنسبه لهاي، تمام؟ بدل بعد ما اكون انا مثلا حال سؤال صفحه كامله، ما بنفع هاي اجي احكي له بدي احلها تكامل بالتعويض واضيع وقت، لا خلص هون بطلع جوابها مباشره بسطر واحد. فديروا بالكم منيح من هذا الاشي. تعالوا سؤال رقم 5. سؤال رقم 5، واحد على اكس لن الاكس. بسال حالي سؤال المعتاد، هل في اشي مشتقته موجوده في السؤال؟ الجواب نعم، لن الاكس مشتقتها واحد على اكس، وهيها واحد على x موجود، اشتقوا dy تساوي واحد على x dx، هدفي اطلع dx ضرب تبادل x dy بتساوي dx. يلا نعوض، هيطلع معي واحد على x ما لعبنا فيها لان x صار اسمها y، dx هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن x dy. الx راحت مع x، والواحد على y اذا بتتذكر شو كان التكامل تبعها؟ لأن القيمة المطلقة للواي زائد سي، تمام؟ طب الواي نرجعها لأصلها، الواي عبارة عن لن الإكس، فراح تصير لن الإكس زائد سي. اتفقنا طبعا انه احنا سواء حطينا قيمة مطلقة او حطينا اقواس كلاهما صح اذا التكامل ما كان تكامل ايش؟ محدود. لكن اذا التكامل تبعنا كان تكامل محدود، فبهالحال انتبهوا انه لازم تحطوا شو؟ لازم تحطوا قيمة مطلقة. قبل ما نكمل، ملاحظة كتير مهمة بدي اياكم تعرفوها. لاحظوا بكل الاسئلة اللي انا حلت لكم اياها هلا، الاكس عم تختفي تماما. يعني بعد ما انا اعمل تكامل بالتعويض شو عم بصير في الاكس تبعتكم؟ عم بصير لها اختصار. طب لنفرض انه اجاني سؤال ما صار لها اختصار، وهذا الاشي حناخده كمان شوي، تمام؟ اذا الاكس تبعتي ما صار لها اختصار شو بعمل؟ بقول لي اذا ما صار لها اختصار بدك تحطها بدلاله واي، يعني ما بنفع انك تيجي تكمل التكامل ويكون التكامل فيه اكس وفيه واي، ما بزبط، تمام؟ خلص احنا طالما التكامل تبعنا صار دي واي، اذا هذا التكامل ممنوع اشوف فيه الا الواي، ممنوع اشوف فيه الا ايش؟ الا واي. فاذا مثلا ضل السؤال فيه اكس شو باجي بعمل؟ باجي بحكي له برجع عليها من هون بجيب اكس. طب كيف بجيب اكس؟ مثلا هون لو حطيت اي للطرفين، اكس عباره عن اي قوه واي، فبشيل اكس بحط اي قوه واي. شو ما طلع معي حتى لو السؤال صار شكله معقد اكثر، المهم ممنوع السؤال يكون في عندي دي واي والتكامل دي اكس. فديروا بالكم، بننتبه دائما بالتكامل بالتعويض بعد ما اخلص عملية، أو خلينا نحكي بعد ما نخلص ستيب رقم 3 اللي هي عملية التعويض، بدي أتأكد إنه ما ضل إكس، تمام؟ هلا السؤال بيكون بسيط إذا كان إيش؟ إذا كانت الإكس بتروح بالاختصار، بس إذا ما راحت بالاختصار بدي أحاول إني أرجع للفرض تبعي وأجيب إكس بدلالة واي، تمام؟ كيف إكس بدلالة واي مرة تانية؟ مثلا ممكن الفرض تبعي يكون هيك، عبارة عن واي بتساوي إكس زائد 3، فأنا بجيب بحكي إكس إيش؟ بحط الواي أو بحط 3 عند الواي بتصير واي ناقص 3 مثلا. فبصير كل اكس اذا ضل عندي اكسات هون باجي بحط مكانها ايش؟ واي ناقص 3، تمام؟ فبدنا ننتبه لهذا الشيء. طبعا رح تلاقوني انا بدوسية حط لكم هوم وورك للتكامل بالتعويض، تمام؟ خلينا نحكي عنهم هيك بشكل سريع. اول شيء الاولى كيف افكر فيها؟ هل في عندي إشي مشتقته موجودة؟ نعم، لأن الإكس مشتقته واحد على إكس. طب تفرق إنه هو تحت الجذر؟ قبل شوي حلينا نفس السؤال بس ما كان في جذر، بقول لي ما بفرق عادي، باجي بحكي واي بتساوي لأن الإكس
بشتق دي واي بتساوي 1 على اكس دي اكس، يعني اكس دي واي بتساوي دي اكس. تعالوا نعوض نشوف شو راح يطلع معنا. راح يطلع معنا 1 على اكس في جذر الواي مضروبه في اكس دي واي. راحت الاكس مع الاكس، صار عندي تكامل تاني. اللي فرق بس بهذا السؤال عن السؤال قبله انه طلع معي تكامل غير التكامل اللي طلع معي هناك، بس كلاهما الحل كان تكامل بالتعويض. السبب انه كان في عندي مشتقة اللن موجودة في السؤال ففرضتها واي. طيب هاي كيف بنعملها تكامل؟ بنحولها بالبداية لواي قوة سالب نص، نص لانها جذر، ولما طلعها لفوق بتصير سالب نص. شو تكامل واي قوة سالب نص؟ واي قوة نص على نص على واحد، وبتطلع الاثنين لفوق. وما بننسى نرجع الواي لأصلها. شو أصل الواي؟ اللي هي لن الإكس، فلن الإكس قوة نص. تمام؟ تعالوا لهاي نفس الإشي برضو، واحد على إكس موجودة. فهذا السؤال بحكي له واي بتساوي لن الإكس، وبالمحصلة دي إكس رح تكون عبارة عن إكس دي واي. بالتعويض رح يطلع معكم تكامل واي تربيع على إكس في إكس دي واي. راحت الإكس مع الإكس، وتكامل الواي تربيع واي تكعيب على 3 زائد سي، وما ننسى نرجع واي لأصلها. طب تعال لهاي ساين انفرس. هل مشتقة الساين انفرس موجودة في السؤال؟ نعم، مشتقة ساين انفرس هي عبارة عن واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع. فبقدر احكي واي بتساوي ساين انفرس اكس لانه مشتقتها موجودة في السؤال. دي واي بتساوي واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع، وما تنسوا الطرف اللي بتشتقوه بتضربوا في دلالته، يعني هذا اكس فبضربه بالاخر في ايش؟ في دي اكس. بالضرب التبادلي بيطلع معكم دي اكس عبارة عن جذر واحد ناقص اكس تربيع دي واي. تمام؟ بنعوض ساين انفرس سميناها واي، الجذر تحت ما لعبنا فيه، دي اكس لازم نحط مكانها جذر واحد ناقص اكس تربيع دي واي. لاحظوا انه هاي راحت مع هاي، اذا الامور تمام، ما في عندي الا تكامل واي. شو تكامل الواي؟ زي الاكس، واي قوة 2 على 2 زائد سي، ولا تنسوا ترجعوا الواي لساين انفرس. اخر تكامل، القيمة اللي تحت الجذر شو مشتقتها؟ اي قوة اكس موجودة برا، اذا بحكي واي بتساوي واحد زائد اي قوة اكس دي واي بتساوي اي قوة اكس دي اكس. اذا دي اكس بتساوي دي واي على اي قوة اكس. بالتعويض رح يطلع معنا الاي قوة اكس ما لعبنا فيها، الجذر صار تحت واي. في واحد ممكن يسألني ليش ما فرضت الجذر كامل؟ لأنه مشتقة الجذر كامل مش هي اللي موجودة في السؤال، اللي موجود في السؤال مشتقة القيمة اللي جوا الجذر فقط. لأنه شو مشتقة الجذر؟ واحد على اثنين، أو مشتقة مداخل الجذر على إيش؟ اثنين في الجذر نفسه، اثنين في الجذر نفسه، ما في عندي في المقام اثنين في الجذر نفسه. تمام؟ عشان هيك ما فرضت الجذر كامل، فرضت بس القيمة اللي جوا. دي اكس هي عبارة عن دي واي على اي قوة اكس، راحت هاي مع هاي، واي قوة نص تكاملها واي قوة 3 على 2 على 3 على 2 بتطلع لوين؟ بتطلع لهون. ولا تنسوا ترجعوا واي لأصلها. هذا هو حل الهوم ورك الموجود في الدوسية. هيك احنا بنكون خلصنا الطريقة الأولى من طرق التكامل في الكالكولس، اللي هي طريقة التعويض، أخذناها في كالكولس 1. ابتداء ان شاء الله من المحاضره الجايه راح نبلش، لكن هي تعتبر طريقه طبعا بكالكولس 2. دائما المحاضره الجايه راح نبدا بطرق جديده ما تعلمناها بكالكولس 1. جزء من هاي الطرق انتم اخذتوها بالتوجيه، وجزء منها طرق جديده تماما عليكم. الى اللقاء.